يا رب يا ساتر. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا كلكم تمام وبخير. جاسر مصطفى وجي توكس وظفك وفيديو جديد. اي ثينك اصدقائي هذه السيريز راح تكون ان شاء الله انها كثير مفيده. هذه السيريز من وظفك راح تكون عباره عن فيديوهات راح احط فيها اي وظيفه انا بشوفها مناسبه، وبشوف انها ريل، وبشوف انه لو انا كنت راح اقدم عليها، وراح احاول كمان مش بس اخذ وجهه نظري او الحكم الوظائف اللي انا ممكن اوظف عليها او اللي انا او اتوظف فيها سوري او اشوفها مناسبه، لا راح احاول اخذ كثير وظائف راح اشمل فيها كل التخصصات. دائما راح احاول اني اوصل لكل شيء انتم بتطلبوه. يا ريت لو في الكومنتس تحط لي اسمك عمرك وتخصصك وشو الوظيفة اللي ممكن تكون بتدور عليها، شو البوزيشن اللي بتكون انت ممكن تكون بتدور عليه، وفي اي بلد انت حابب انك كنت تشتغل، يمكن في البلد اللي انت موجود فيها هلا، يمكن حابب انك تطلع على مكان ثاني. انا حاليا في دولة قطر، انت وين حابب تكون؟ ما بدي اطول اكثر من هيك. على الفيديو الماضي اجاني طلب مثلا المعلمين، عم بشتغل حاليا على وظائف المعلمين وعم بحاول اجمعهم، وعم بحاول اجمع كمان اسماء المدارس، اسماء الوزارات او كذا، وراح احطهم ان شاء الله بالفيديو كمان، يمكن يكون منفصل يمكن يكون مع وظائف ثانية. خليني ما اطول اكثر من هيك، وخليني ابلش مباشرة باول وظيفة انا شفتها، وهذه الوظيفة صراحة اللي عجبني فيها اعلانها. وباي ذا واي بعض الوظائف اللي انا عم بحطهم هي هي اوريدي نزلت على الجروب تبعنا تبع الفيسبوك اللي دائما بحكي عنه، اللي هو جوب جي او بي دوت اوبورتونيتيز او اوبورتونيتيز او دبل بي، بس جي او بي او جي او بي دوت او بي بي، هذا هو الجروب تبعنا. فادخل على الفيسبوك، واكيد الوظائف راح تكون كمان اللي على اليوتيوب، هاي راح تكون لها جمهورها، فاللي بدوروا عليها فبتريحكم وتاخذوا الزبده خليني احكي. وزي ما حكيت فيديو ثاني او فيديوهات ثانيه راح يكون ان شاء الله قريبا على الويب سايت تبعي www.arkgiso.com/blog. هذا راح يكون في بلوج، وراح احط فيه واحده من المواضيع اللي راح تصير دائما تنزل، هو موضوع الوظائف اللي انا بشوف انه لازم انها تنتشر. فحطوا لي معلوماتكم في الكومنتس وخلينا نبلش. وباي ذا واي ما تنسى تعمل لايك وشير سبسكرايب ونيبل نوتيفيكيشن بيل لحتى توصلك هاي الفيديوهات دائما. ليتس جو. اول وظيفه صراحه عجبتني طريقه الاعلان تبعها واللي عم نشوفها على السكرين حاليا، واللي بتحكي لك راح اقرا دائما لانه ما بحب اني انا اضيع واحده من المعلومات. Whitefall Branding and Advertising Agency. They are hiring. في عندهم more than one position. في عندهم accountant executive، وبدهم اياه يكون 2 years of experience، بدهم art director، وبدهم social media specialist sorry، ويكون 1 to 2 years of experience، ويكون عندنا كمان Arabic and English copywriter. 1 to 2 years of experience. So Whitefall Branding and Advertising Agency. Go ahead guys. اللي عندهم هاي الخبرة واللي بيشتغلوا بهاي البوزيشنز بتحبوا قدموا لها، وهاي الوظيفة في الأردن. الوظيفة اللي بعدها We are hiring Plazo Verska أو Verask أو Versas أو Verses أو Verses. Plazo Verses Dubai I think هيك. Is looking for talents like you. ايش البوزيشنز اللي بدهم اياهم؟ في مجال السيلز بدهم سيلز مانجر، بدهم اسيستنت سيلز مانجر، وبدهم اسيستنت سيلز مانجر برضه سي اي اس ماركت. سبا اند ريكريشن بدهم سبا ريسبشنست، سبا ثيرابيست، ونيل تكنيشن. في الرومز بدهم بيلمان، بدهم باتلر عربيك، طبعا ما بعرف انا نص البوزيشنز هذول. جيست ريليشنز، ريسبشنست، كونسيرج او ما بعرف كيف تنقرا، بيل كابتن،
اي تي سبورت في الاي تي فيلد وبدهم في الهاوس كيبنج بدهم ابهولستري حلو في هالسيري راح تعلمني كثير بوزيشنز اند ليذر كير تكنيشن بدهم هاوس كيبنج اتندنت بدهم دراي كلينر بالفود اند بيفرج بدهم فود اند بيفرج سيرفر بدهم كابتن بدهم بارتندر باك وبدهم هوستس في الكوليناري ما بعرف كيف تنقرأ وما بعرف شو هي اصلا بدهم جونيور سوس شيف او شيف بيرزيان ميديترينيان كوزين وبدهم شيف دي كوزين ايطاليان كوزين وبدهم ديمي شيف دي بارتي ابصر هذه اي لغة اصلا وبدهم اكاونت في الاكاونت بدهم اكاونتنت يكون عربيك تانج وبيحكي لك send your email على الايميل الموجود اذا ما كان واضح انا هنا عم بحكي لك اياه لانه اي ثينك انه السايز تبع الفونت صغير الايميل ابعته على الايميل اللي هلا لي ساعه بحاول اقراه hr@palazzoversus.ae ما راح اعيدها مره ثانيه لانه لي ساعه بحاول احكيها صح anyways alternatively you may also visit career او لا سوري caterer global.com to apply for these vacancies. So had hotel I think هو عم بيوظف اسمه زي ما حكينا Palazzo versus Dubai. Go ahead guys. مش يعني اكيد UAE. Anyways هاي وظائف روح قدم عليها اذا في مجالك. عم بنوه في هذا الفيديو لانه الفيديو الماضي كان يمكن اكتر وهندسي. So الوظيفة اللي بعدها بيحكي لك بدنا مصمم او مصممة graphic. Graphics designer او اكيد ما في لهم مؤنث مزنخك طيب بدوام جزئي بدهم اياه بارت تايم جايز بقول لك شركه صناعيه في الاردن عمان تبحث عن مصمم او مصممه جرافيك لانضمام لفريق العمل بدوام جزئي 3 ساعات عمل في اليوم دوام مكتبي ما عدا الجمعه وتكون مسؤوليه الاساسيه المصمم كونتنت كرييشن يكون كرييتيف ويكون في عنده باكجينج يتضمن الباكجينج تصميمات مخصصه للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف التصاميم الاخرى وخبره في التصميم من 3 الى 5 اعوام الراتب منافس مش اكيد ما حد بحط الراتب بالاعلان يعني لما تروح وتشوف الخبره تبعك ويعمل انترفيو تبعك شوف شخصيتك شوف شغلك انت سؤال وانت قدرت تطلب راتب بتتناقشوا على هذا الراتب بتتفقوا للمهتمين الرجاء ارسال السيره الذاتيه على الايميل اللي موجود في الصوره وديفينيتلي سنس انه جرافيكس فراح يطلب منك بورتفوليو او سابقه اعمال فيا ريت لو انك انت تكون مجهزها باي ذا واي الشباب في موضوع ارسال الفايلات اللي بيطلبوها منكم سنس انه في الاعلان هو محدد انه ابعث لي البورتفوليو والسيره الذاتيه ايذر في البيهانس او تبعث لي اياه بي دي اف لا تروح تبعث له اياه وورد فايل لا تروح تبعث له فوتوشوب فايل او الستريتر فايل او وات ايفر ابعث له زي ما هو طالب منك لانه هذا يعني اول ساين واول فكره راح ياخذها عنك الشخص اللي حاطط اعلان وظيفه حط لك الايميل kareem.so@hotmail.com So go ahead شباب اوكي هلا راح احكي عدد من الوظائف كلهم بنفس الشركه وواحده من الشركات اللي صراحه ليدنج في قطر وهلا حاليا معاهم بروجكت ضخم في قطر وهي اصلا اسمها قطر بروجكت مانجمنت سو جو اهيد جايز اول وظيفه راح احطها بهاي الشركه نيد ان اكسبيرينس بيم كوردينيتور ود اكسبيرينس ان رودز انفراستراكشر بروجكتس وكايندلي سند يور سي في تو ذا ايميل والايميل بيحكي لك It is s.akuna, I think, at, so s.akuna@qpm.com.qa. However, only qualified candidates will be contacted. Sorry. يعني الناس اللي راح تبعت اللي عندها experience في الكوردينيتر او البيم كوردينيترز positions هم اللي راح يحكوا معهم. So, إذا CV تبعك ما فيها هذه الاكسبيرينس او ما عندك بيم اكسبيرينس ما تبعت هم بدهم بيم او بيم سوري كوردينيتور الوظيفه اللي بعدها بنفس الشركه قطر بروجكت مانجمنت المره هاي حاطين نيد ان اكسبيرينسد انجينير في مجال الرودز والانفراستراكشر سو ات از نوت ا ماست انه يكون هذا اللي مقدم على هذا البوزيشن عنده البيم اكسبيرينس تبع قبل شوي والايميل اللي بدك تبعته هو نفسه s.akuna@qpm.com.qa الشركة نفسها أو الجهة نفسها قطر Project Management طالبة كمان Position وبدهم Engineers أو Architects
الاركيتكتس معروفين لهم المعماريين، الانجينيرز وهم اتش باك انجينيرز اللي هم ميكانيكال انجينيرز، وبدهم اياهم يكونوا بي ام بي سيرتيفايد، يكون معاهم شهاده بروفيشنال مانجمنت او بروجكت مانجمنت بروفيشنال اللي هي من البي ام اي، ويكونوا ماخذينها ويروحوا يقدموا على هذا البوزيشن، ويكون الخبره تبعهم ديفينتلي في مجال البروجكت اللي هم حاطين لهم ايربورت بروجكت، لانه هو واحد من البروجكتس اللي دي ار ليدنج بهاي الفتره. وكمان طالبين كوانتيتي سيرفيرز، ويكونوا هذول الكوانتيتي سيرفيرز برضو بنفس الاكسبيرينس تبع الايربورت بروجكتس، يعني شيء له دخل بالمطارات او بمشاريع المطارات او اشتغلوا بمشاريع مطارات قبل هيك. هلا الكوانتيتي سيرفيرز المطلوبين اذا بكونوا اشتغلوا مع كوانتيتي سيرفيينج كومبانيز، هو مجالهم شغلهم كوانتيتي سيرفيينج او حساب كميات فقط، او يكونوا اشتغلوا مع كونسلتنتس، او يكونوا اشتغلوا مع كونتراكترز which is كل المجالات. وبيحكي لك ابعت السي في تبعك على s.acuna@qpm.com.qa، واي ثينك انه هذه هي الشخص اللي هي اسمها شارون على اللينكدين، ممكن تلاقوها كمان. هي الشخص المسؤول عن الاتش ار، هي اي ثينك انها البوزيشن تبعها كان اتش ار كوردينيتور. سو جو اهيد جايز، اهجموا على الوظيفه. الشركه كمان طالبه، نفس الشركه هاي هم طالبين كل هدول بوزيشنز باي ذا واي، لانه هلا اخذوا او عم بيعملوا مانجمنت لبروجكتس كثيره وكبيره كمان. سو جو اهيد جايز، وي ار لوكينج فور كواليفايد كانديديتس فور ذا فولوينج بوزيشنز. في عده بوزيشنز، اولها الاتش ار مانجر، وهذا الاتش ار مانجر بدهم اياه قطري يكون او قطري ناشوناليتي، واي تي مانجر تحديدا بيلينجوال تحديدا الاي تي مانجر بده يكون بيلينجوال، ويب ديفلوبر يكون في مجال الديزاين اند ديفلوبمنت، ويب ديفلوبر ثاني يكون في الويب سيرفيسز، وبدهم نتورك اركيتكت او اي تي تكنيشن ليد او تكنيكال ليد، وبدهم اي بي ام اي بي اي كونكت ادمن. اي بي ام اي بي اي كونكت ادمن باي ذا واي، هذا مش اشي غلط، احنا عندنا في الاركيتكتشر في هندسه العماره وفي الانجينيرنج في بي اي ام اللي هو بيلدينج انفورميشن موديلنج، هم عندهم في الاي تي او في اي دونت نو اي ثينك في الويب ديزاين او اي دونت نو الفيلد اتسلف شو اسمه، بس في شيء اسمه اي بي ام او اي بي ام اي بي اي كونكت ادمن، وبدهم جي اي اس ديفلوبر وارابيك ترانسليتر، كيو اي كيو سي انجينير اللي هو كوانتيتي اوديت اند كوانتيتي كنترول انجينير، وذ فساد اكسبيرينس. They are hiring. وبيحكي لك ريجستر على الويب سايت www.qpm.com.qa بالاول قبل ما تبعت السي في تبعك، وبقول لك بعدين تقدر تبعت السي في تبعك على s.acona@qpm.com.qa عشان نراجع السي في تبعك ويحكوا معك. عدة وظائف بنفس الشركة، معناته في عندهم project أخذوا أو project كبير أو projects كتير عم بيشتغلوا عليهم بدهم تيم، أو تكون الإعلان فيك. هذا الإعلان مش فيك لأنه أنا صديق لإلي على معرفة شخصية فيهم، وحكى معي أصلاً حكى لي في هاي الوظائف في هاي الشركة. سو جو أهيد شباب اللي عنده هذه الخصائص واللي عنده هاي السكيلز، حكيت عدة وظائف لنفس الشركة موجودة في قطر اسمها قطر Project Management. جو أهيد. لهون هيك I think بكفي لهذا الفيديو عدد الوظائف اللي أنا حطيتها. إن شاء الله يا رب كلكم إنكم أنتوا تقدموا على الوظائف، إن شاء الله إنه كثير ناس تقدر تحصل على هاي الوظيفة. يا ريت لو إنك أنت شايف إنه هذا الفيديو definitely أنا متأكد إنك شايف إنه راح يفيد عدد كبير من الناس، إذا أنت بتعمل عليه لايك وشير سبسكرايب لإلك، السبسكرايب طبعا وتعمل enable notification بال عشان توصلك أنت notifications. اللايك والشير راح يساعدوا الفيديو كثير إنه ينتشر لحتى يستفيد منه عدد أكبر من الناس. So go ahead guys، ما تبخلوا على بعض بهذا الموضوع، وموضوع إنه الكل يستفيد من الفيديوز تبع الوظائف تحديدا. يعني إذا في عندك أو عم بمر عليك وظائف، فياريت لو تحط لنا إياها كمان في الكومنتس، وأنا رح صير أرجع على الفيديوز وأشوف شو الوظائف اللي عم يتم الإعلان عنها، وحاول إنه الوظائف اللي تحط لنا إياها في الكومنتس تكون وظائف حديثة، ما تكون قديمة وزمان تم الإعلان عنها. وحط لنا سكرين شوت للمكان، أو بعت لي سكرين شوت للمكان اللي أنت أخذت منه الوظيفة اللي عم تعطينا إياها لحتى الكل يقدر يستفيد منها. وإن شاء الله بالفيديوز الجاية زي ما حكيت رح صير أحط من تعليقات الناس او المتابعين اللي عم بيحضروا هاي الفيديوز. شكرا لكم، وبشوفكم الفيديو الجاي.